السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن الكلام في تصميم الشعارات واسع، وهذا ميدان واسع جدا. الكثير يعتقد أن تصميم الشعارات أمر سهل، هو ميدان يبدو أنه سهل، ولكن الحقيقة أنه ميدان صعب ويستحق كثير من الجهد لعمل أو تصميم شعار جيد وشعار ذو قيمة. 5 نصائح مهمة لكل المصممين، خاصة لمصممين الشعارات أو من سيبدأ في تصميم الشعارات أو من سيصمم شعار عليه أن يتبعه. النصيحة الأولى البساطة حقيقة، أكثر الشعارات معروفة في العالم وأكثر الشعارات الناجحة في العالم والجميلة هي شعارات بسيطة تتميز بالبساطة، يعني هي البساطة كان دائما عنوان الجمال، فكذلك في الشعارات البساطة هي عنوان الجمال. النصيحة الثانية الوضوح، يعني أن يكون الشعار واضح، وأن يكون الشعار إذا عندك مثلا رسالة تبلغها في الشعار أو تريد إيصالها في الشعار فعليك أن تكون أكثر حد مباشر، يعني حاول أنك تكون مباشر جدا في إيصالك للمعلومة أو إيصالك للرسالة في الشعار. حقيقة يعني أنا يعني في بعض الأحيان يعني نشوف يعني أعمال بعض المصممين، ما نحبش أقول فقط العرب، ولكن بعض المصممين الشعار يعني يعتقد أنه بوستر، معناها الشعار ليس بوستر. يعني لما نصمم شعار نحن نصمم شعار هو مختلف على كل باقي أنواع التصميمات. النصيحة الثالثة هي التميز، أن يكون شعارك مميز أو يكون عملك في الشعار مميز. مثلا جورج بوخوا وهو يعني مصمم معروف عالمي، جورج بوخوا مثلا يعني يعرف أو عرف بما يسمى نيجاتيف سبيس أو مكان السلبي أو الفضاء السلبي، استغلال الفضاء السلبي في الشعار. يعني مثلا بوخوا عرف بهذا، في بعض مثلا اللوجو ديزاينر عرفوا ببعض مسائل أخرى. فالتميز في الشعار يكون شعارك مميز عن باقي الشعارات، ولا تبحث على التميز حتى تصل يعني إلى درجة التعقيد. النصيحة الرابعة، أن يكون الشعار سهل الحفظ ويبقى بالذاكرة. يعني إذا عملنا بثلاث نصائح الأولى اللي هي البساطة والوضوح والتميز، فإنه أكيد سيصبح الشعار سهل الحفظ وسهل التذكر. النصيحة الخامسة وهي نصيحة مهمة جدا، أن يتذكر المصمم أنه هذا الشعار سيستعمل على مختلف الواجهات، سواء كان في اللوحات الإعلانية في الشارع، سواء كان في تطبيقات، سواء كان في فيديو أو في مواقع نت. يعني وكذلك حتى مسألة أنه يتذكر كذلك أنه سيستعمل بالأبيض والأسود، مثلا إما في الختم أو في الفاتورات مثلا أو في بعض أوراق الرسمية. فلهذا على المصمم أن يتذكر كذلك، أن يتذكر هذا جيدا ويعمل على أن يكون الشعار الذي يصممه هو الشعار يأتي بخاصة بهذه المسألة، يعني تكون فيه هذه الخاصية أنه يستعمل على كل وجهات. هذه 5 نصائح مهمة لكل من يصمم في الشعارات. لا أقول أن هذه النصائح هي فقط يعني سبب لإنشاء أو لتصميم شعار جيد، ولكنها مهمة في بدء كل شعار. كذلك على المصمم أنه يجتهد حتى يبحث في مجالات في الشعارات، في تقنيات تصميم الشعارات مثلا جولدن راسيو أو غيرها من هذه الأمور، وكذلك أنه يشوف أعمال مصممين عالميين في اللوجو مثل آرون درابلن أو جورج بوخوا مثلا، فيعني يتعلم منهم ويتعلم منهم طريقة استعمال طريقة يعني استعمال الأدوات مثل الإليستراتور أو غيره، وكذلك التقنيات التي يستعملونها في تصميم الشعارات، كذلك مراحل تصميم الشعارات. ونصيحة صدقا لبعض الإخوة مصممين العرب، يعني لازم يكون فيه درس ولازم يكون فيه يعني دراسة قبل تصميم الشعارات. يعني ما راح أتكلم في هذا الفيديو على المال، يعني على سعر الشعارات بالنسبة لنا مصممين العرب، إنه لما تجد إنه شعار أصبح بخمسة دولار، أو أنا يعني آخر مرة تفاجأت صدقا إنه شعار أحدهم يعرض شعار بعشرة جنيه، 10 جنيه مصري، يعني صراحة
صراحة ما 10 جنيه. كان هذا كل شيء بالنسبة لليوم، إن شاء الله في فيديوهات قادمة ونتكلم إن شاء الله في مختلف ما يمس جوانب مختلفة من عالمنا، عالم الديزاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.